على فكرة احنا ظلمنا الراجل بتاع انتش واجري بجد. الراجل صاحب الاغنية دي كان ليه نظرة ثاقبة. الراجل كاتب كلمات محدش يعرف يكتبها. الراجل كان بيقول ايه؟ تعالوا نحلل الكلام كده مع بعض ونقول واحدة واحدة. اولا بيقول اتي 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 مونتو. طب تعالوا كده نقول هو بيقول اتي اتي. اولا هو الراجل ده كان مستني خطيبته، دي اول حاجة، فمستنيها واقف في الشارع بيقول لها اتي اتي، يعني هل انت جاية؟ اتي باللغة العربية الفصحى اللي عنده هو، اتي انت جاية ولا مش جاية؟ عشان انا مش هفضل واقف مستنيك كتير، انا واقف من الساعة 2 في الشارع ومستنيك، فانا كده بقالي كتير، اتي ولا مش جاية؟ فقال لها اتي اتي، يعني لو انت اتي مرتين اهو، اتي ولا مش اتي؟ عشان لو مش انت اتي انا هاتي. تاني حاجة اتي مونتو، اتي مونتو يعني بيقول لها وانت جاية هاتي مولتو، بس هو النون كان فيها مشكلة عنده، يعني اللام نطقها نون، فبيقول لها هاتي مونتو، هل هتجيبي المولتو؟ عشان انا ما اتغديتش، انا نازل لك الساعة 2 بقول لك وما اتغديتش، فانا جعان نازل على لحم بطني، فهاتي هاتي وانت جاية هاتي مولتو. الجملة اللي بعدها بيقول اتي شندر ماي هورتي. واولا كان خطيبته جايه له عشان يشتروا اللبس المفروض هو وعدها بيه بقاله 3 سنين وما بيجيبوش، فبيقول لها اتي شندر، احنا رايحين عشان نجيب الشندر. طبعا ما حدش عارف ايه الشندر. الشندر ده ببساطه جدا هو هو كان نازل يجيب لها صندل، وفي نفس الوقت هي عايزه شنطه، فقال لها انا مش هجيب صندل لوحده وشنطه لوحدها، لا انا هجيب الاثنين مجمعين في بعض، هجيب لك شندر. الشندر ده حاجه بتتلبس في الرجل، ولما تحتاج وتتزنق تطلعها من رجلها تحطها على كتفها، تفتح السوسته تحط الحاجه بقت شنطه، ترجع تنزلها تاني في رجلها تلبسها بقت صندل، فهو على بعضها اسمها شندر، دي حاجه بتتلبس في الاثنين. هو الراجل قال لها اتي شندر. طبعا هو الموضوع ما كانش مجرد ان هو يعني عشان يضم الاثنين وخلاص، لا ده هي كان ليها بعد تاني، طبعا هو بعد اقتصادي بسبب الظروف الاقتصاديه اللي البلد فيها او ان احنا فيها، فهو يعني مش هيصرف كتير، الراجل مش هيجيب صندل لوحده ويرجع يجيب شنطه لوحدها، هو ظروفه ما تسمحش بده، فقال لها انت عايزه الاثنين انا هجمع لك الاثنين في واحد وهجيب لك شنطه. ماي هورتي هو ماي قلبي يعني، بس الفكره انه هورتي ده الانجليزي الاسباني مش انجليزي عادي بتاعنا اللي احنا عارفين اللي هو هارت وبتاع، لا 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 انسى الكلام ده، ماي هورتي يعني انت قلبي بس بالانجليزي الاسباني، انا كده هورتي انت حبيبتي. دي قمه الرومانسيه يا جماعه، احنا لو بصينا للاغنيه دي انت بتتكلم في رومانسيه، بتتكلم في شخص عارف هو بيعمل ايه، مرتب حياته، هاتي مولتو وانت جايه هجيب لك شندر اللي هو صندل وشنطه وانت قلبي انت بحبك يا جدعان، ده رومانسيه. احنا ظلمنا الراجل وقلنا ان هو بيقول اي كلام وخلاص، مش يقول كلام مايكل جاكسون، لا خالص هو كان عارف يقول كلام مايكل جاكسون، بس هو قاصد يوصل رساله معينه لخطيبته اللي بيحبها وهيجيب لها شندر. اتي 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 مونتو اتي شندر ماي هورتك. تاني مره بقى اللي هو ايه، انا مش كل مره هقول لك ماي هورتي اللي انا انت حبيبتي وقلبي وخلاص، لا انا كمان ماي هورتك ولا لا، وانا المصاريف اللي هصرفها دي لازم تبقي انت ماي هورتي وانا ماي هورتك، عشان نهر على بعض فالمصاريف كلها تبقى واحده، لكن ما ينفعش تبقى انت هورتي وانا مش هورتك، علشان يعني لازم اجيب لك الحاجه وانت هورتي. هورتي صدعت من اللي انا بقوله، كتم الكلام ده وقال ايه انتش واجري على طول، اللي هو اولا الناس ممكن ما تفهمش اللي فات، لكن دي اظن مفهوم انتش واجري. طب هل هو هينتش ويجري ايه؟ هو بس يعني ما اصابش التعبير شويه لانه ما حددش، هو كان لازم يقول انا هنتش واجري حاجه مثلا بسرقها واجري، او هنتش واجري المولتو اللي انت هتجيبيه، ده هو كان قصده، قصد الراجل ده كان انا هنتش واجري المولتو اللي انت هتجيبه لي لما انت تيجي، انا معيش فلوس كده كده ادفع حاجه، انا جاي عشان يعني على باب الله انا مش جاي اشتري لك حاجه اصلا، لا بقى شندر ولا صندل ولا شنطه ولا الكلام ده، انا جايبك لحد هنا عشان المولتو انا مش لاقي في بيتنا اصلا كوبايه ميه اشربها، فانا المولتو اللي انت هتجيبه لي هنتشه واجري بسرعه على مساكن شيراتون. هو الراجل حدد انا هنتشه واجري فين، عشان لو انت اتزنقتي قوي وجعتي تعالي مساكن شيراتون خديه، ما هو كان قصده حاجه من الاثنين، يا اما مساكن شيراتون تيجي عشان تحصليني وتبقى عارفه مكاني ما بقاش نتشت الحاجه وانا بسرقها، يبقى كده الراجل نيته سليمه، او انا هروح مساكن شيراتون علشان منها على المطار، فانا المولتو اللي هاخده منك ده هطلع هربه بره، انا ههرب مولتو، يعني انا مش عارف اهرب حاجه تاني، لا هرب نفسي ولا هرب اي حاجه جوه، انا ههرب مولتو وهي خلاص، المولتو ما بقاش حد ليا يا جماعه، بكام النهارده المولتو؟ محدش عارف يشتريه، فالنهارده المولتو ده انا هجيبه وهربه بره طالبينه بالدولار، معلش ده شغل وبيزنس، هنتش المولتو واجري. ترابتا تي ترابتا تا ترابتا تو ترابتا تا، يعني التركيبه الاصابجي ما يعرفش يعملها، مليك حمدي اللي عمل اكتر واعظم اغاني ما يعرفش السلم الموسيقي ده.
الراجل ده عنده نظره موسيقيه، احنا كده قلنا ايه نظره اقتصاديه، لما قال لها هات المولتو وهجيب لك الشنطه، صندل وشنطه. تاني حاجه عنده نظره رومانسيه، هو الراجل قال لها ماي هورتي ماي هورتك، ذكرهم في اغنيه واحده. تالت حاجه نظره موسيقيه. بعد كده لو بتكرا تيتشر يوبو، بغض النظر عن ان ده مش يعني مش عارف هندي الماني، بس هو لو بتكرا معروف ان هو بيقول لها الليكرا، لا لو بتكرا لو بتكرا انا مش هلبسك ليكرا، معلش احنا تربينا على اسس معينه ما ينفعش الليكرا بقى والحاجات الضيقه دي مش صح. التيتشر قال كده، قال لها لو بتكرا تيتشر يوبو. التيتشر قال لنا زمان انه الليكرا غلط، ومش التيتشر لوحده على فكره، لا ده يوبو اللي هو يابا، يابا كمان قال لنا كده، يعني احنا متربيين على ان التيتشر قال لنا لا ويوبو قال لنا لا، فباين احنا الاثنين بنقول كده ايه لا الذكرى لا. بعد كده بقى في السطر اللي بعده بيقول لك خد لك دي وكمان دي ودي ودي، ما قالش دي ودي ودي ودي، ما قالش اربعه دي، هو قال ثلاثه دي ودي، محدد في كلام. راجل عظيم مركز هو بيعمل ايه، دي ودي ودي ودي، هو انا ماشي عشوائي، هو انا راجل عشوائي؟ لا دي ودي ودي ودي. يرجع يقول تاني بقى نفس الجمله الموسيقيه اللي ما حدش عارف يقولها، ترابتا تي ترابتا تي ترابتا تو ترابتا، والمهم ان هو ايه ماشي بايقاع على صدره، دم 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 دم، وانا مش عارف اعملها. لا لا هو الراجل ده مركز جدا وعارف وعايز ايه. هيثم بس ما حدش يعرف مين هيثم، ولحد اللحظه دي هو نفسه ما يعرفوش مين هيثم، ما حدش يعرفه. وحسام بيحس، اهم حاجه الاحساس، ما كنا شفته بقول نظرات نظرات اقتصاديه. النظره اللي بعدها كانت انا نسيت النظرات اللي هو اللي هي الرومانسيه، والنظره اللي بعدها موسيقيه. المره دي بيتكلم في الاحساس، المحبه يا جماعه، المحبه بتقول ايه؟ قال لنا اهو حسام اخويا هو اللي معايا، يعني احنا ما كناش عارفين مين اللي بيصوره. المحبة بقى بتقول ايه؟ انا مش عشان قدام الكاميرا هظهر لوحدي، لا في راجل ورا الكاميرا بيصورني وتعبان، يبقى اظهره، اقول اسمه على الاقل حسام اخويا هو اللي معايا. طالما حسام هو اللي معايا احنا عرفنا حسام، خلاص شكرا. انت هيثم محدش يعرفه، حسام احنا عرفنا مين؟ حسام اخوه هو اللي معايا، وطلعني او طلقني، هو ما كانش محدد هل هو كان متجوز حسام وطلقه ولا طلعه، فمحدش عارف لحد دلوقتي برضه، بس هو الوحيد اللي عارف المعلومه دي، وحسام طبعا لانه اكيد حسام عارف اذا كان متجوزه او لا. ورجع تاني قال ترابان ترابان، ولف بقى لفه لفه اللي هي ايه؟ انا مش بس عندي كل النظرات اللي فاتت، لا ده انا كمان عندي ايقاع حركه، اللي هو انا بلف بحركه مع الموسيقى. الراجل ده كان جاب اقصى 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 طموحات كل الشباب اللي محدش عارف يوصل لها على فكره. وفي الاخر ختمها وقال ايه؟ هنتش واجري، يعني انا بعد اذنكم انا ركزوا معايا عشان فجاه كده هتلاقوني هنتش واجري. فانا ما عنديش كلام اقوله تاني عن الاغنيه دي بصراحه، الاغنيه دي معديه كل الوصف. احنا نركز بس يا جماعه قبل ما نرمي التهم على الناس، الاغنيه دي اغنيه حلوه، كلماتها مكتوبه بحرفيه، ادينا فسرنا الكلمات، ولو عايزين نفسر اي كلمات تاني قولوا لي في الكومنتات. انتش واجري.